أهلا بكم أعزائي المتابعين في حلقة جديدة من برنامج حقائق ورقائق لتصحيح المفاهيم وترقيق القلوب. هيكون معنا بإذن الله فضيلة الإمام الدكتور محمد عبد ربه إمام وخطيب وزارة الأوقاف للإجابة على أسئلة الحلقات. وسؤال حلقة النهاردة: ما هي أهمية الحب والمودة التي شرعها الله عز وجل بين الرجل وزوجته في الإسلام؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد المرسلين، وبعد، فضيلة الدكتور محمد، في إجابتنا على سؤال معاليك حول أهمية الحب والمودة والتآلف بين الرجل وبين زوجته في الإسلام، نقول وبالله التوفيق لعل سؤال معاليك من الذكاء أن يطرح في هذا التوقيت. لماذا؟ لأننا نسمي رمضان وأيام العيد التي نحن على أعتابها، نسمي هذه الأيام مواسم المراجعات، بمعنى يأتيك في رمضان ونحن على أعتاب أيام العيد من يسألك: أنا طلقت زوجتي فكيف أراجعها، وأقسمت عليها بالله فكيف أراجعها، وحرمتها علي فكيف أراجعها. فتسأل الرجل لماذا تأتي في هذا التوقيت، يقول: لأننا نريد أن نعيش رمضان وأن نستقبل أيام العيد، وقد جمعنا هذا الشتات ونحن في حالة وفاق مع زوجاتنا، ولسنا في حالة اختلاف حتى تتآلف البيوت وتتحابب النفوس. فهذه الأيام نسميها مواسم المراجعات، وهي رسالة موجزة إلى كل رجل وامرأة. يكفي أن يسمع رب العالمين تبارك وتعالى عندما يتكلم عن العلاقة بين الرجل وزوجته، يقول ربنا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. فسمى ربنا المرأة، سماها سكن، فهي السكن وهي البيت وهي الوطن وهي القلب الحنون الذي يأوي إليه الزوج ليستريح من متاعب الحياة. والرجل كذلك لابد أن يكون قلبا وأن يكون سكنا وأن يكون وطنا وصدرا حنونا تأوي إليه الزوجة في حالة الخوف أو في حالة الفزع، حتى يسكن كل منهما إلى الآخر. ويكفي أن نسمع النبي صلى الله عليه وسلم عندما يخاطب الرجل يقول له: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف يكون الوفاء عندما كان يتحدث عن السيدة خديجة حتى بعد وفاتها، يقول: كانت كذا وكانت كذا، إلى أن غارت أمنا عائشة فقالت: يا رسول الله، أما خلق الله غير حمراء الشدقين هذه؟ يعني كلما جلست تقول: خديجة خديجة خديجة. وإذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف يكون وفاء الزوج لزوجته حتى بعد وفاتها، يقول: يا عائشة، أعطتني يوم حرمني الناس، وآوتني يوم طردني الناس، ورزقني ربي منها الولد. هكذا يعلمنا الرسول كيف يكون الرجل مخلصا لزوجته، بل إن الرسول كان إذا أراد أن يتصدق يهدي إلى صويحبات خديجة، بل إن الرسول كانت إذا طرقت السيدة هالة أخت السيدة خديجة بيت رسول الله كان يهرول مسرعا حافيا يفتح الباب لأنها فقط من رائحة خديجة رضي الله عنها وأرضاه، بل إن الرسول مع ابنته السيدة زينب يعلمنا كيف يكون وفاء الرجل لزوجته. عندما يؤسر أبو العاص وهو زوج السيدة زينب بنت رسول الله، وكان لا يزال على كفره وهي على إسلامها، وكانت في مكة لم تستطع أن تهاجر لأن قريشا منعتها أن تهاجر، فوقع زوجها في الأسر، فأرسلت السيدة زينب أعز وأغلى ما تملك على قلبها القلادة التي أهدتها إليها أمها السيدة خديجة في ليلة عرسها، أرسلت أغلى وأعز ما تملك حتى تفتدي زوجها من الأسر. فلما أتي بالمال إلى رسول الله أمسك هذه القلادة، هي من رائحة خديجة وكانت ملكا لخديجة قبل أن تهديها إلى ابنته السيدة زينب، فأمسكها وهزها النبي وبكى لأنها فقط من رائحة خديجة. هكذا يعلمنا النبي كيف يكون الوفاء للزوجة ولكل شيء من أثر هذه الزوجة، وتعلمنا السيدة زينب بنت رسول الله كيف يكون وفاء المرأة لزوجها عندما وقع في الأسر، أرسلت أعظم وأحب ما تملك حتى تفتدي زوجها. ويكفي أن يسمع كل رجل قول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. دائما نقول للناس ليس معنى الآية
ألا تلحق الأذى بها، يعني معنى وعاشرون بالمعروف ليس معناه ألا تلحق الأذى بها ولكن أن تتحمل الأذى منها. نكرر، ليس معنى وعاشرهن بالمعروف ألا تلحق الأذى بها ولكن أن تتحمل الأذى منها. هكذا تبنى العلاقة في الإسلام على الحب والمودة والرحمة والتآلف بين الرجل وبين زوجته. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. أحسنت فضيلتك، ونفعنا الله وإياكم والسادة المتابعين دائما بكل الإجابات القيمة اللي حضرتك بتفضل بيها في البرنامج، وإلى أمل في حلقة قادمة.